لماذا سيادة الدكتور سعد طلبت الموقف المصالحة مع قطر؟ نعم. طب هي على رد حضرتك ايه بقى؟ لا هو للدقة يعني. ان انا نقلت رسالة على لسان الشيخ حموزة. الشيخ حموزة لسه هنروح هنتكلم عليه دلوقتي. هي دي اللي هو ده الموضوع. تمام. بتبدي فيها هواجسها من محملة العداء والاستعداء ضد بلدها قطر في داخل مصر، قد تؤدي إلى تسميم علاقة تاريخية بين الشعبين، وبالتالي طلبت مني أن أدعو إلى حوار عربي أوسع من مصر وقطر للتداول حول تبعات ومستجدات ثورات الربيع العربي، وقد وجدت في هذا الطلب حكمة ومعقولة، وبالتالي في الاجتماع من حضراتكم تدخلوا يعني هنا رجعت زملائي، مش حاجة أنا في المركز دي اعتباطا أو من عندياتي يعني. عرضت الموضوع عليهم ودار حوالي نقاش حوالي ساعة ساعة ونص، واتفقوا انهم يعملوا اجتماع تمهيدي يدعونا فيه اساسا ممثلي قوى سياسيه مصريه، فاذا راوا ان هناك حكم في ذلك